خبيث شلونك؟ حياك الله استاذ نجم، شلونك؟ تحياتي لك للاستاذ. خبيث، انت تطوعت بال 2004 مو؟ نعم. ايش وقت طلعوا عليك القيد الجنائي؟ يا سنه يعني قبل 23 يوم بالضبط، يوم 12/2/2023، يعني قبل 23 يوم. شنو عندك قيد كان من 92؟ قيد جنائي على قانون القوات 281 وانحكمت 8 سنوات. شو مسوي؟ طلعت في 95 بالعفو. شنو جريمتك كانت؟ عملة، تزوير عملة. تتزور؟ مو مجرد بس تدري يعني قبل يعني ايام النظام قبل جيبه طبه طبتين ثلاثه علقوه اعترف غصبا عليك. اي هسه من قبل النظام ظلم الناس، هسه اعتبر نفسي استاذ مظلوم. ذاك النظام ليش تظلموني يا استاذ؟ نفسي من الثلاثه لحد الان انا مداوم مستمر بالخدمه وضحيت، ما احكي لك ضحيت ما ضحيت، يعني الوقت ضيق عليك وعليه. هسه اطلب بس مقارنه السيد الوكيل الاقدم حتى اشرح له مظلوميتي، يعني انا ظلمت من ذاك النظام وهسه هم راح يظلموني، وانا صاحب عائله والله وكيلك مثل بالعراق ما عندي. انت ايش قد عمرك يابا؟ انا عمري 59 سنه، يعني على وجوهي بعد سنه واربعة اشهر. بين انت هم حظك مسخم، وين اللي قولك هذا القيد؟ مو بس مسخم ما ادري، حتى قلت لهم يعني من دون الناس انا ان شاء الله وياي يعني هوايه موجودين هم يداومون، بس انا حظي ما اعرف، هم يقول لك احنا سحبناهم وطلعنا فلوس عليهم وسحبنا القيد الجنائي، انا ما اعرف احد، يعني تدري ما عنده احد وانت ما عنده فلوس كل سنه. لا هذا واحد من الولد قايم لك بالواجب. اي خذ الله عليه، جزاه الله خير يعني. زين هسه انت شو تقول للوكيل الاقدم اذا شفته؟ هسه يسمعني السيد. هسه سولف ويا السيد، انا ودي المقطع للسيد. شو تريد من السيد؟ ايه حسين عوادي ان شاء الله صوتي معك. انا اجي السيد الوكيل الاقدم بس بحالتي، يعني حالتي انا مواليد 64 عمري 59 سنه، بعد يعني سنه اطلع على القانون الوجوبي مال وزاره الداخليه، يا اما يحيلون حتى قاعد يا اما يعيدون الخدمه، يعني ما املك غير هذا الراتب. وراتب قطعه الله وكيلك حتى بالمولد انا مطفي عليه وما عندي حتى كهرباء. والله ما احكي لك انا ما اعترض على القانون، لكن اعيد عليكم قولا كريما. من منكم بلا خطيه؟ هسه احنا اذا اريد نجي للقيود الجنائيه مال الحبابين والحبابات، ترى واحد يشق زيجه. هسه هذا طلع عليه قيد جنائي بذاك الوقت، بعد له سنه ويطلع تقاعد. اعطوها السنه الست اشهر وخل هذا زين. كل بشر، كل انسان يصير عنده خطا، لكن الخطا الاكبر في انك تعاقب احدا بقطع رزقه. هسه هذا غلط من 92 وبكت نظام يسمونه نظام دكتاتوري. من 92 كان اكو حصار، هسه تجاوز غلط، انحكم طلع. زين انتم يا مجتمع الملائكة المنزهون، السادة الحكام الموقرون، زعماء القادة السياسة المحترمون، الذين في وقتكم سرقت 500 مليار دولار، هسه هيك صرتوا شرفاء تحاسبون مواطن على قيد جنائي اخذ عقوبته قبل 40 سنة، تقطعون رزقه ولكم شنو هالشرف النزل عليكم؟ منين اجاكم هذا الشرف؟ هي ما تحاسبون ارواحكم؟ زين اذا كل واحد يصير عنده قيد جنائي ما ياكل له خبزه وينطرد، شو يشتغل؟ ابو القانونيه، ابو القانون، ابو التشريعات، وين يطي وجهه؟ يسلب؟ يقتل؟ يشتغل ارهابي؟ فهموه سيد حسين العوادي، مجلس النواب فهموه، عند قيد جنائي ضرب لإشارة مرور يطرد، ودولة باقت أكلتوها من الفتش الفتش، ويسمعكم يقولون تكاد أن يكون منكم رسولا. استحوا شوية، انظر حولك، واحد غلط زور باق، وكل ابن آدم خطاؤنا وخير الخطاؤون، تاب أخذ عقوبته، طرده خليه يكمل مالته ويولي، خليه يكمل مالته ويطلع. فالشرف هذا اللي نزل عليكم عند قيد جنائي بال 92
ماشي والله اذا كان هالشكل ولا واحد منكم مو يستحق ياخذ هذا، ما يستحق يتنفس الهواء، هواء ما يتنفس. بلدكم خيراته بقد السماوات والارض، اكلتوها كلها فرهدتوها كلها بكتوها، جايين على هذا المسكين عند قيد جنائي بال92 يتحاكم. عيدوا النظر بهاي القوانين. أنا ما أرد أعترض على القوانين، لكن أنا أعترض على النتيجة التي يسببها القانون من هذا. إذا كل واحد يطلب للسجن ويطلع بعد ما له مكان يعيش وياكم عمي، حتى مع ملائكة السماء الله 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 أقام الحوار مع إبليس في هذه القصة العظيمة بالقرآن وأجراه، ما صارت مثل قضيتكم هذه. عند قيد جنائي إذا مسجون لك 10 أيام ما تشتغل بالدولة، هالسيارات الدولة. خميس راح والله، خميس انت حظك مسخم انقص من حظي والله.